تعالوا ننتقل إلى خبر آخر، إنه كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عام، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت إنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة، وإن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة وغير صادر عن الهيئة مطلقا. وشددت الهيئة على إن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقا للمادة 43 من الدستور المصري. كما سيظل كامل طاقم هيئة قناة السويس من الموظفين والفنيين والإداريين من المواطنين المصريين، وأوضحت أنه هيتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقد وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة. ويعني أهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال يعني مروجي تلك المنشورات.